مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وصلنا معكم لآخر فقراتنا الحوارية في هذا الصباح، وبالتأكيد للفن قوة ناعمة يمكن من خلالها تخليد ذكرى الأبطال والبطولات وبث حالة من الوعي في الحقيقة بهذه البطولات داخل المجتمع. وأكيد شفنا أمثلة كثيرة في الفترة الأخيرة، الفن بكل أشكاله يجب أن يتضمن في هذه الرسالة في الحقيقة. طيب لو كلمنا عن نقابة التشكيليين، هي أطلقت مبادرة جميلة جدا في الحقيقة لتنفيذ تمثال ونصب تذكاري لشهداء الوطن تخليدا لذكراهم. سيكون هناك أساتذة متخصصين في هذا المجال سيقوموا بتحديد كل التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة. سيكون هناك جزء من هذه المبادرة للسباق بين الفنانين التشكيليين المختلفين، وسيكون هناك جزء من التكليف أيضا من جانب نقابة التشكيليين لها هؤلاء الفنانين حتى يخرج هذا العمل بشكل بالفعل يليق بحجم التضحيات والبطولات اللي قدمها الأبطال في مختلف المجالات في الحقيقة، سواء في الجيش، في الشرطة، الأطباء، كمان الجيش الأبيض، وهذه التضحيات الكبيرة اللي بيقوموا بها في هذه الآونة الأخيرة. وبالتالي هي مبادرة تستحق الاحترام، ولابد أن نتعرف على مزيد من التفاصيل حولها مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الدكتور حسن كامل، وهو رئيس شعبة النحت بنقابة التشكيليين وأستاذ النحت بكلية التربية الفنية. برحب دكتور حسن. أهلا بحضرتك يا فندم. الهدف والرسالة من هذه المبادرة في البداية؟ والله الحقيقة يعني قبل ما نتكلم على المبادرة يهمني أن أنا أوضح دور الفن اللي مصر الحقيقة بتاريخها العريق وحضرتها الممتدة قدمت مثال للعالم إزاي الفن يبقى ليه علاقة قوية جدا بالمجتمع ويقدم رسائل ويقدم نوع من التوعية ويقدم نوع من رسم المسارات وتقديم الرسائل علشان يساعد المجتمع كله في أنه يحصل له عملية نهضة. فالنقابة كنقابة مهنية مهتمة بأنها تقدم الفن بشكله اللائق وفي أبهى صوره، وكمان بتقدم خدمات للمجتمع في تخصصها. فإحنا بن 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 بنحاول بهذه المبادرة إن إحنا نقدم نموذج أو مثال إزاي الفن اللي دايما بتوصل صورة للمجتمع على إنه نوع من التزويق أو الحاجات اللي شكلها جميل الممتعة وفقط، ولكن الحقيقة الفن دوره أعمق من كده بكتير. وزي ما قلت لحضرتك إن الحضارة المصرية نموذج لهذا المثال، فإحنا بنقدم مبادرة لعمل ساحة للأبطال بتتقدم على أكتر من محور. عندك محور تاريخي، عندك محور ثقافي، عندك محور فني، عندك محور اقتصادي، كل ده من خلال الفن. فاحنا تصورنا كان تقديم ساحة ضخمة جدا فيها تخطيط على المستوى الأفقي بتشمل أكتر من آيتم فني. أهم آيتم هو نصب تذكاري رمزي مجرد بيقدم تذكرة أو نوع من الشهادة للأبطال اللي ضحوا من أجل الوطن في 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 جميع المجالات. وبنتصور أن هذا النصب التذكاري يكون من الجرانيت الأحمر رمز الدم كنوع من الإشارة للتضحية، ومرصع أو محلى بالنحاس المطلي بالذهب، رمز النور ورمز الشمس ورمز الروح. الملحق بهذا النصب التذكاري متحف تذكاري صغير، متحف تذكاري بيقدم خلفية توعوية للزوار اللي ممكن يزوروا هذا النصب التذكاري، في شرح للبطولات اللي تقدمت ومين هم أبطالها، الظروف التاريخية اللي حصلت فيها، كانت ملابساتها إيه، بحقائق بتقدم خلفية فكرية وتوعوية وثقافية للرواد والزوار. تمام. الموقع كمان بعد المتحف الوثائقي بيبقى فيه مجموعة من المواقع على مدار المساحة كلها بتقدم نماذج تشخيصية لمجموعة الأبطال اللي قدموا هذه التضحيات بصور مختلفة.
يعني هو الموضوع يعني كامل ومتكامل يعني دكتور حسن في هذا، وهي فكرة بالزبط. جميلة جدا في الحقيقة. طب لو اتكلمنا عن هل تم تحديد مكان مثلا هيبقى في هذه الساحة الكبيرة جدا، هل من المخطط أن يبقى مثلا في مختلف المحافظات المصرية في نموذج مثلا من هذا النصب التذكاري وكمان للتماثيل، يعني المخطط العام للأماكن وكيفية توزيعها مثلا في الفترة اللي جاية؟ والله إحنا تفكيرنا كان البداية من مكان مميز الدولة بتشتغل عليه بقالها فترة طويلة، هو العاصمة الإدارية الجديدة في مساحة يعني بنقترح مبدئيا من 10 ل 20 فدان، يعني هو مشروع ضخم جدا. وبعد الدراسات وتجميع المعلومات والمناقشة مع الجهات المعنية هنبتدي نحط الخطط التفصيلية، وبعد ما يخلص هذا المشروع ممكن يتنقل أو يتعمله صور مصغرة أو نماذج مختارة منه يتحط في الأماكن المختلفة من الدولة. طيب أنا كنت بكلم كمان مع حضرتك عن فكرة المبادرة، يعني أنت قلت لحضرتك فيها نوع من جزء هيبقى مسابقة بين الفنانين التشكيليين وجزء تكليف لأعضاء النقابة في التخصصات المختلفة، برضو عايزين نتكلم على هذا الأمر، يعني فكرة التوزيع العمل على بقى التقسيمات المختلفة لهذا أو لهذه الساحة بقى الكبيرة دي. التصور أن احنا بداية هنكون فريق عمل وورشة عمل كبيرة جدا تشمل فنانين تشكيليين ونحاتين ومعماريين ومنسقين موقع ومخططين مدن علشان يحطونا التصور المبدئي والنقط الأساسية اللي هنشتغل عليها. بعد ما تستقر هذه النقط الأساسية والخطوط العريضة هنبتدي احنا من خلال القاعدة البيانات الضخمة اللي في النقابة اللي فيها كل الفنانين وتخصصاتهم والنقط القوة اللي فيهم هنبتدي نعمل تكليف لبعض الفنانين لعمل حاجات هو مميز فيها أو قوي فيها، وبعض الأعمال الأخرى هيتم طرحها كتسابق ما بين الفنانين للي يقدر يقدم أفكاره وتتعرض على اللجنة ويبتدي الاختيار منها. طيب احنا على العموم معنا الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين على الهاتف، برحب بحضرتك دكتورة صفية وكل سنة وحضرتك طيبة، واحنا بنتكلم عن هذه المبادرة الجميلة في الحقيقة اللي بتحمل رسالات يعني وطنية ورسالات معنوية، يعني الهدف منها في الحقيقة والتصور ليها في الفترة المقبلة. دكتورة صفية صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة ودكتور حسن طيب. ربنا يخليك. أهلا. طبعا المبادرة بتاعتها احنا ابتدينا مما لا شك فيه ان مسلسل الاختيار اثار تجلنا كلنا وعمل حالة كبيرة قوي من الاحساس بالرجوع مرة ثانية، احساس بالوطنية والانتماء واثار الوحدي في الشباب اللي كانت غابت فترة، بس احنا اجيال قديمه، يعني احنا اجيال اتربينا على تحبس بسماها وبتربها يعني. فكانت فرصه ونقطه بدايه جميله جدا ان احنا ننطلق ونفكر علشان نعيد الروح الانتماء مره ثانيه عند الشباب، وخاصه ان المسلسل اثر فيهم جدا، الى جانب ان احنا عايزين نعمل تحيه للشهداء اللي ضحوا روحهم وبدمهم علشان الوطن. وطبعا هدفنا وشغلنا او هدف النقابه اللي هو اعلاء القيم الجماليه وتاكيد الرسالات زي ما قال الدكتور حسن، احنا بنتكلم على ان الفن اسرع وسيله اتصال جماهيري، الفن هو القوه الناعمه، الفن هو اللي بيغير الثقافه، الفن هو اللي بيحارب فيه الارهاب. مع الشهيد المنسي ربنا يرحمه ويحسن إليه وكل شهداء الكتيبة 103، لما شفنا اللي عملوه وشفنا الملحمة العظيمة قلنا أقل ما يجب إن إحنا نخلد ذكرى شهدائنا من شهداء الكتيبة 103 والمنسي، رغم إن هو يعني بطل خارق يعني، لكن عندنا كتير الأعداد دي كتير. فأطلقنا المبادرة وتواصلنا، نتمنى من فخامة رئيس الجمهورية أن يخصص لنا قطعة أرض زي ما قال الدكتور حسن في العاصمة الإدارية، نعمل نصب تذكاري يليق بالشهداء، نصب يرمز بكل الشهداء إلى جانب طبعا
عمل تماثيل واقعية لعدد من الشهداء ومن أبطال الكتيبة 103 وغيرهم ناس كتير. وطبعا المقترح ده أنا ترك بقى يعني لا يفتى ملك المدينة الدكتور حسن نحات عظيم، هو اللي هيكون بتكوين الكلام، لكن هو قال كلام جميل جدا ان النحاتين ومعماريين وفنانين ومصممين يتكاتفوا ونصلح حاجه طليق، زي ما كان في نص التذكاري اللي هو اللي في شارع النصر اللي عمله استاذ الدكتور سامي رافع رحمه الله عليه لشهداء حرب اكتوبر. تمام. هنعمل نص التذكاري لشهداء الارهاب، شهدائنا اللي ضحوا بروحهم. ثانيا برضه حضرتك اتكلمنا مش شهداء المعارك الحربيه فقط، لا ممكن يكون في جداريات في متحف زي ما قال الدكتور حسن، نخلد فيه برضه نعمل جداريات للجيش الابيض اللي هم بيضحوا بارواحهم حاليا، واعتقد ان المشروع هنتقدم برضو بخطاب للواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، وهو يعني بيساعدنا ومقدام وراجل متذوق للفن. تمام يا فندم. يتم التنسيق معاه في هذا الشأن ومع شعبك. احنا بنشكرك على اتحال دكتوره صفيه الاباني نقيب الفنانين التشكيليين، ومشروع بالفعل يعني لابد ان يرى النور في ظل هذه الروح المعنويه الكبيره طبعا اللي احنا شايفينها. والدكتوره صفيه قالت مش بس مش قوات الجيش والشرطه، لا ده يمكن كمان الجيش الابيض، كل من قدم تضحيه لهذا الوطن ربما يكون له تمثال وفي النصب التذكاري. وهي دايما الفكره كل ما كانت شموليه ومتسعه كل ما كانت فلسفيه وبتخدم الوعي العام كله للوطن يعني. اكيد طبعا. والحقيقه يعني استكمالا لحديث الدكتوره صفيه في موضوع الانتماء الوطني، يعني الحقيقه انا بدرس في الجامعه بقالي سنين، والملاحظه المخيفه فعلا هي يعني بدايه انسلاخ الشباب والاجيال الجديده من ارتباطهم بالوطن. ودي نقطة خطيرة جدا جدا جدا، والإعلام والفن ليه دور كبير جدا كقوة ناعمة في اللعب على هذا الوتر الحساس والمهم جدا، واللي ضروري جدا الدوله تهتم بيه، لان هو ده قوه مصر في المستقبل. يعني احنا كمان يعني في معركه وعي زي ما بنقول فعلا. بالزبط. يعني ممكن في المرحله دي تحديدا يعني بنشوف محاولات التشكيك والتشويه والشائعات وحاجات كتير جدا بتهدف لضرب يعني الوطن في كل المفاصل للحقيقه، وبالتالي اهميه هذا الامر اللي انت حضرتك بتتكلم عليه فعلا، تكاتف كافه المؤسسات، الفن مع الاعلام مع كل المؤسسات المعنيه اللي موجوده مع الازهر مع كله، حتى نشكل حاله من الوعي بالفعل باهميه هذه البطولات بخطورة المرحلة التي نعيشها بالمؤامرات والمخططات التي تحاك بالوطن، يعني مثل هذا التكاتف في المرحلة. بالضبط. وهو المشروع ده الحقيقة بيقدم يعني شبكة من الأهداف، يعني منها الاقتصادي ومنها التاريخي ومنها الوطني، يعني المشروع ده لو تم بالتصور اللي احنا بنأمله ممكن يكون يمثل دخل للوطن في مزارات، وممكن يتحط على الخريطة السياحية وكهدف تاريخي في ان هو يوضح الحقائق من خلال متحف الوثائق، ان هو يحكي الروايات الصحيحه ويشيل الشائعات والشوائب اللي دايما بتختلط بالامور الحقيقيه، وكمان بيقدم شهاده للمستوى الفني والابداعي لفنانين مصر. والحقيقه الحضارات لغتها الابداع. أكيد. ولما نقدم صوره للمستوى الابداعي اللي وصلوا الفنانين ده دلاله على المستوى الحضاري اللي وصلت ليه مصر والمجهود الكبير اللي بيحصل في البلد خلال العقد الاخير الحقيقه. تمام. طيب هل هناك مدى زمني تم وضعه مثلا لتنفيذ هذا المقترح على ارض الواقع، وهل بدات الخطوات الفعليه والعمليه كمان في ظل الحديث عن التواصل مع بعض المسؤولين في هذا الاطار؟ الحقيقه احنا في اطار الدراسات والتحضير،
وكمان بنجمع معلومات، يعني المكان المتوفر قد ايه، ايه كميه الاعمال اللي ممكن نبتدي بيها، واول ما ده يتحقق ممكن نحدد المدى الزمني اللي ممكن يتنفذ فيه العمل، اللي هو اللي هيبقى يتم التنفيذ عليه على طول في القصه دي كلها. بالزبط. طيب كمان السيره البطوليه بقى لكل الابطال، هل في تخيل مثلا احنا هنحط في المتحف هنا مين الابطال اللي تم تحديدهم برضه، ولا لسه دي في طوق الدراسات اللي هي موجوده؟ الحقيقه برضه ده في اطار جمع المعلومات، لكن طبعا في يعني اكيد بعض الملامح اتضحت يعني. طبعا الحقيقه الـ 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 المسلسل زي ما ذكرت الدكتور صفيه اللي اتعرض خلال رمضان قدم بدايه قويه جدا لمجموعه من الاسماء اللي يستحق هذا التكريم، منهم طبعا المنسي ودبابه والجنود علي علي والى اخره، طبعا هناخد بهم لسته كبيره جدا، ربنا يرحمهم جميعا ان شاء الله، بالاضافه الى ازمه كورونا اللي افرزت لنا مجموعه الحقيقه من الابطال اللي فعلا بيقفوا يعني بشجاعه منقطعه النظير في مواجهه هذا الفيروس الغريب يعني، ودي بدايه وان شاء الله بالاتصال مع الجهات المسؤوله نقدر نعمل لسته قويه جدا بتقدم فعلا شهاده لهؤلاء الشهداء. وبالفعل يعني هي اثبتت كمان مسلسل الاختيار يمكن اثبت يعني مدى الانتماء ومدى الالتفاف الشعبي حوالين يعني قواته المسلحه. طبعا الحقيقه البذره يعني موجوده، هي محتاجه يعني اشاره بس. فكره الانتماء اللي احنا بنتكلم عليها موجوده. بالزبط. بس عايزين بس اللي يرفعها ونستمر في مثل هذه الاعمال. بس احنا بنشكر حضرتك على تحل دكتور حسن كامل رئيس شعبه النحت بنقابه التشكيلين واستاذ النحت بكليه التربيه الفنيه. شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره وفقرات هذا الصباح، على امل ان يتجدد اللقاء وموضوعات جديده ومتجدده. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء.